ضيف وضيفنا ذبحنا له طير نقي رب الريش ولا حي، اكيد عرفتوه رمضان. اليوم حنتكلموا على لباس واحد اخر اللي هو الكساكا. الكساكا بمعنى لا شوميز. هاد الكلمه على بالي ما عدناش نستعملوها بزاف. حنا نعرفوا جلال الميده، بصح هي في الحقيقه كساكة جلال الميدة. جلال الميدة هي مستوحاة من الجلال تاع التفريشة تاع الميدة. وكاين كساكة واحدة أخرى حبيت نحكي لكم عليها، يا حصراه كساكة قفليلي يرحم مالديك. علاه سموها هكذا؟ خاطر القفل جاي من اللور، من الخلف. المرأة ما تقدرش تقفل وحدها. كي نقولوا الكساكة ونزيدوا لها السروال حبي يقول ولا تقاط. وزمان ولحد الآن واحد كي يحب يحلف في واحد يقولوا ندير لك قاط مشاشية للصباط. الحكاية خلاص تاع اليوم، ننوى نعقدوا ونسمعوا الفال. بسم الله بديت عنبي صليت، الصحابة نرضيت، وليكم هاد الفال الزين أنا نويت. يا مول القلب الحزين اسمع للفال الزين، تسعد وتفرح في الحين. أنا لابسة الحرير هو لابس الصوف، جايز على باب دارنا انطق ليا وقال الباس للراجل مخلوف. نتمنى يا لالا تجي لداري وتولي حلالي، القاط لباسك والشنتو في صداقك. يا فال يا فلفال يا فاتح سبع قفال، يا ربي يا العالي بين لي فالي.